السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة طالبات الصف الثاني الإعدادي. النهاردة إن شاء الله هنحل معاكم ريفيو A units 1 و 2 و 3. السؤال الأول هو سؤال الليسننج، ده أول سؤال هيقابلنا في الامتحان. أول حاجة هنستمع للنص، وبعد ما نستمع للنص هنجاوب على الأسئلة. نص الاستماع بيقول: I usually get up at 6:30 and help mom make breakfast. My brother helped too. I walk to school with my brothers. My favorite subject is English. I often listen to music. My dad and I sometimes play chess. My brothers always watch TV. And my mom usually reads. تنص الاستماع الأول بيقول لي السبيكر إنه إيه؟ إنه بيتمشى للمدرسة كل يوم. يبقى the speaker walks to school every day. The speaker sometimes plays not with his dad. بيلعب ايه مع والده؟ يبقى هو قال ان هو sometimes بيلعب chess with his dad، مع والده. The speaker's favorite subject is، المادة المفضلة عنده هي الانجليش. The speaker's brothers always، اخواته دايما watch TV، بيشاهدوا التلفزيون. نص الاستماع الثاني: I'm Tamer. At the moment, I am learning a new skill. I am learning sign language so I can communicate better with my cousin Sammy. Sammy is deaf. He can't hear. He is learning sign language at school too. I'm having sign language lessons on Saturday morning so I can give Sammy a surprise. يبقى هنا بيقول لي تامر is learning a new skill، تامر بيتعلم مهارة جديدة. سامي is تامر's cousin، هو ابن عم تامر. سامي can't hear، سامي ما بيسمعش. سامي is learning sign language at school، لغة الإشارة في المدرسة. بعد كده عندي السؤال الثاني في ورقة الامتحان، سؤال الدايلوج. Complete the following dialogue. عمرو is talking to شادي about his bedroom. عمرو بيتحدث مع شادي عن حجرة النوم بتاعته. عمرو بيقول له your bedroom is nice شادي، حجرتك جميلة يا شادي، فهيقول له thanks عمرو، شكرا يا عمرو. بعد كده عمرو سأله سؤال فشادي رد عليه قال له this bed is made of wood، السرير ده اتصنع من الخشب. يبقى هنا هو سأله وقال له مما صنع هذا السرير، يبقى what is this bed made of، يبقى مما صنع هذا السرير. رد عليه وقال له this bed is made of wood، هو مصنوع من الايه؟ من الخشب. بعد كده المفروض ان هو بيقول لي my father bought it last year، في بقيه الايه؟ الديالوج بيقول لي ان ابويا اشتراها السنه اللي فاتت. انا ممكن اسال بسؤالين او بطريقتين. ممكن أقول who bought it، يعني مين اللي اشتراها، وممكن أقول سؤال بطريقة تانية وأقول له when did your father buy it. يبقى معايا السؤال بطريقتين، عايز تكتبها انا كده ماشي، عايز تكتبها كده ماشي. كده انا بسأل على مين اللي جاب الاوضه اصلا، وكده انا بسأل على الوقت اللي اشترى فيه الايه الاوضه. رد عليه شادي قال له my father bought it last year، ابويا اشتراها العام الماضي. بعد كده شادي رد عليه قال له yes I like these cartons very much. يبقى السؤال اللي عمرو سأله له هنا سؤال بهل من نفس الجمله. عند الفعل هنا like فعل في المصدر، يبقى do، ال I تحول ل you، يبقى do you like these cartons؟ قال له اه بحبها very much. بعد كده عمرو سأل سؤال رد عليه شادي I put a lot of books on this shelf. يبقى عمرو قال له بتحط ايه على الشلف ده؟ يبقى what do you put، ماذا تضع on this shelf، على هذا الايه الرف.
فقال له انا بحط الكتب بتاعتي على هذا الايه الرف. الحوار الثاني، هاجر is asking يارا about her school. هاجر بتسأل يارا عن مدرستها. هلو يارا، ردت عليها يارا وقالت لها هلو هاجر. بعد كده هاجر قالت لها how's your new school، كيف هي مدرستك الجديدة؟ فقالت لها it is nice، هي لطيفة. it is exciting يعني مثيرة. it is interesting شيقة، أي حاجة من الحاجات دي. بعد كده هاجر قالت لها سؤال، ردت عليها يارا وقالت لها yes I enjoy my subjects very much، أنا بستمتع بمواد الدراسية كثيرا. يبقى هي قالت لها do you enjoy your subjects، هل انت بتستمتعي بموادك الدراسيه؟ قالت لها yes I enjoy my subjects very much. بعد كده عندي هاجر سالت سؤال، ردت عليها يارا وقالت لها my new teachers are very kind. يبقى هي سالتها وقالت لها how are your new teachers، يعني برضو بتقول لها طب ومدرسينك الجداد عاملين ايه؟ فقالت لها my new teachers are very kind. بعد كده هاجر بتقول لها do you have new friends، عندك اصدقاء جداد؟ هتقول لها طبعا yes I have او yes of course، نعم بالطبع. بعد كده عندي الكومبريهنشن، السؤال الثالث في ورقه الامتحان. In the city of London about 150 years ago، في مدينة اسمها لندن في من حوالي 150 سنة. Many people started to get very sick، ناس كتير ابتدت تمرض. Most doctors thought that people got the disease from polluted air، معظم الدكاترة افتكروا ان الناس بيعيوا او جابوا المرض ده من الهواء الملوث. They told their patients to open their windows and breathe in fresh air as much as possible، هما أخبروهم المرضى بتوعهم إن هما يفتحوا الشبابيك ويتنفسوا كويس هواء نظيف على قد ما يقدر. However, this advice did not seem to work، النصيحة دي لم تبدو أنها تعمل. Some doctors told their patients to drink lots of water، بعض منهم أخبروا المرضى إنه يشربوا مية كتير. But that did not help، لكن ده برضو لم يجدي نفعا. Some told their patient to take certain medicines، انهم ياخدوا ادويه، but those did not help، لكن اولئك لم يساعدوا. Either the doctors did not know what to do، حتى الدكاتره ما كانوش عارفين يعملوا ايه. One doctor and scientist named John Snow had a different idea، في دكتور تاني وكان عالم كان عنده فكره مختلفه. He thought that the disease might spread through the water that people were drinking، هو اعتقد ان المرض ممكن يكون بينتشر من المية اللي الناس بتشربها. Maybe polluted water was making everyone sick، ربما الماء الملوث ممكن يخلي كل واحد فينا يبقى مريض. All over London people stopped drinking، الناس كلها بطلت تشرب. Water that might be polluted، المياه اللي هي ممكن تكون ملوثة. People stopped getting sick، وكده الناس بدأت انها تبطل تمرض. بعد كده السؤال بيقول لي what is the main idea of the passage، ايه بقى العنوان اللي ممكن نشوفه للقطعة دي؟ هنقول له مثلا the doctor، الدكتور who saved London، يبقى الدكتور الذي أنقذ لندن. بعد كده عندي السؤال الثاني what did some doctors tell their patients to take، يبقى هقول له they told some patients، هم أخبروا بعض المرضى to take some certain medicine. Certain medicines. بس ده طبعا لم يجدي نفعا، ما جابش برضو نتيجة. What is the name of the doctor who helped stop the disease؟
ايه اسم الدكتور اللي ساعد على ان احنا نوقف المرض ده؟ اسمه جون سنو. ده اسم الدكتور اللي ساعد على وقف المرض. بعد كده بعد كده عندي سؤال بتشوز why were people getting sick؟ هي ليه الناس كانت بتمرض؟ they were eating dirty food، كانوا بياكلوا طعام ملوث. they were not taking enough baths، ما كانوش بياخدوا حمامات يعني ما بيستحموش. they were drinking dirty water، هم كانوا بيشربوا مياه ملوثة. يبقى دي الإجابة بتاعتي. the underlined word that refers to، كلمة that في النص بتعود على إيه؟ هو بيقول لي هنا but that did not help، اللي هو أصلا كان إن الناس يشربوا مية كتير وده ما بينفعش، يبقى drinking lots of water. doctors told the patients to open their، الدكاترة أخبروا المرضى إن يفتحوا زير إيه؟ قال لهم افتحوا زير ويندوز، إن يفتحوا الشبابيك بتاعت البيوت ويتنفسوا هواء نقي. بعد كده عندي القطعة التانية للكومبريهنشن. One day جحا borrowed a pot from his neighbor علي. في يوم من الأيام جحا استعار إناء من جاره علي. The next day he brought it back with another little pot inside. في اليوم التاني هو جابه وادهوله بس معاه إناء تاني صغير. That's not mine said علي. علي بيقول له بس ده مش ملكي. قال له yes it is said جحا. جحا رد عليه قال له اه ماشي أنا عارف إن هو مش ملكك. While your pot was staying with me، والبوت بتاعك ده قاعد عندي او قاعد معايا. it had a baby، جاله ايه؟ بيبي صغير، طفل رضيع. some time later جحا asked علي to lend him a pot again. جحا راح لعلي وقال له اديني الاناء تاني. علي agreed hoping that he would once again receive the two pots، وفكر تاني انه ممكن يرجع له الاناء وياخد تاني اناءين. In return، في العود. However days passed and جحا had still not returned the pot. الأيام مرت وجحا ما رجعش الإناء تاني. Finally علي lost patience and went to ask about his pot. بعد كده في النهاية علي فقد صبره وراح لجحا وراح يسأله على الإناء لواني بتاعته. I'm sorry said جحا. جحا قال له أنا آسف. I can't give you back your pot، مش هقدر أديك البوت ده تاني. Because it has died، لأنه مات. died screamed علي how can a pot die، ازاي الاناء يموت. well said جحا you believed me when I told you that your pot had a baby، ما انت صدقتني لما قلت لك ان الاناء بتاعك جاب ولد ومعاه واحد صغير. why don't you believe me now، وليه مش مصدقني دلوقتي لما بقول لك انه مات. قصه جميله وظريفه. بعد كده بيقول له answer the following questions. Who was the owner of the pot؟ مين هو المالك بتاع الإناء؟ صاحب الإناء كان اسمه إيه؟ علي. يبقى he is علي أو علي ده المالك بتاع الإناء. Why was the neighbor happy to lend his pot the second time؟ ليه النيبر اللي هو الجار مستر علي ده كان سعيد إنه يدي الجحا الإناء للمرة التانية؟ عشان هو أول مرة أحضره له وكان معاه another little إيه؟ put inside. يبقى as he brought it back with a little pot inside، لأنه رجعه له أول مرة. as he brought it back the first time with the first time، أول مرة. with a little pot inside، ومعاه إناء صغير بداخله. why do you think of جحا؟ إيه رأيك في جحا؟ I think he is smart، أعتقد إنه ذكي. جحا borrowed the pot. نقط. جحا استعار الإناء ده كم مرة؟ مرة ولا مرتين ولا 3 times؟ 3 مرات ولا نان ولا مرة؟ طبعا هو استعاره twice يعني مرتين. at first
جحا جيف علي باك نو اوتبوتس. في الاول جحا ادى لعلي تو بوتس، اداله ايه؟ كنائيه. جحا سيد ذات ذا بوت، قال له ان البوت ايه؟ قال له ان البوت دايت، مات. بعد كده هيقابلني سؤال فوكابلري والاستراكشرز. It is important to keep calm in a، من الهام ان انت تبقى هادئ في الامرجنسي في حالة الطوارئ. The ancient Egyptian used نقط for writing. القدماء المصريين استخدموا البابايروس للرايتنج اللي هو نبات البرد. I like to not sports in my free time. أنا بحب إن أنا do sports، أأدي رياضة في وقت الفراغ بتاعي. Where not Mr. Rida come from؟ طالما في هنا فعل في المصدر يبقى أنا عايز هنا do أو does، يبقى where does Mr. Rida come from؟ How long ago did you not your house؟ كم المدة اللي أنت دهنت فيها بيتك اسمها paint your house؟ طبعا برنت يطبع وسليب ينام وايت ياكل، ما ينفعوش خلاص مع كلمه house. منى اند نادية نقط at school on time. منى ونادية ودول جمع، يبقى انا عايز الفعل في المصدر بدون اس، وفي ظرف التكرار يبقى ظرف التكرار الاول وبعد كده الفعل في المصدر، يبقى usually arrive. حسام lives in the countryside in a or an not near the river. حسام عايش في الريف في a village، في قرية near the river بجانب النهر. Mom is a dressmaker. أمي دي صانعة فساتين. She is not new curtains for our flag. بتخيط لنا دلوقتي ستاير جديدة للشقة، يبقى sewing معناها لحيك أو تخيط. Mother not the dinner now. She can't answer the phone. كلمة now من الكلمات اللي بتدل على المضارع المستمر am و is و are والفعل في ing. معذر تاخد is وبعد كده cooking. New not players were chosen to play for the first time. يبقى new junior players اخترناهم عشان يلعبوا لأول مرة. Not they got good teachers. يبقى هنا عندي كلمة got، يبقى have got أو has got. هناخد هنا has ولا have عشان they. هنبص لزي، احنا عارفين I, we, you, they معاهم have، he وshe وit معاهم has، يبقى هاخد هنا ايه؟ have they got. Our team failed to not the last match. فريقنا فشل في انه win the last match، يعني انه يفوز بالماتش الاخير. There were three soft not on the sofa. يوجد ثلاث ايه على الكنبة، soft cushions معناها مخدات ناعمة على السوفا. I'm not if my friend will help me. I'm not sure. أنا لست متأكد لو صديقي ده هيساعدني. He never not with matches. It's dangerous. يبقى he never plays. بعد never النفي بيجيله مع he وshe وit، الفعل مضاف له is أو is أو I is. She climbed the mountain. Not no one came with her. يبقى هي تسلقت الجبل بمفردها، محدش جه معاه. Did your mother used to not your delicious food when you were young؟ طبعا used to فعل في المصدر، يبقى used to cook. أحمد's house is really not. It has 10 rooms and 3 bathrooms. أحمد بيته إيه؟ وعنده 10 rooms، 10 حجرات و 3 حمامات، يبقى هو large يعني كبير. We put the boxes not the floor of my room. يبقى احنا حطينا الصناديق on the floor، على الأرضية بتاعت my room حجرتي. Why are you shouting at سارة؟ انت ليه بتصيحي يا سارة؟ Be friendly، خليكي ايه؟ ودودة. بعد كده complete the sentence with the correct form. Fadi and his friends not clean their street every week. يبقى فادي وصديقه اعتادوا على انهم ينظفوا الشارع كل اسبوع، يبقى used to. حازم never not on the sofa، يبقى حازم never sleeps، عشان طبعا قلنا بعد never مع he وshe وit بنحط للفعل ايه؟ is او is او i is. Not we got science on Monday. طبعا كلمة got يبقى have او has. have مع الجمع وhas مع المفرد. عندي هنا we، يبقى have we got. The manager punished a number of workers. المدير عاقب مجموعة أو عدد من العمال for being late، لكونهم متأخرين tomorrow. طبعا الكلام ده حصل قبل كده في الماضي، يبقى yesterday اللي هي بالأمس مش tomorrow اللي لسه بكرة. tomorrow مستقبل، لكن yesterday ده ماضي بسيط.
My mother not a nurse. She is a housewife now. يبقى أمي اعتادت أن تكون ممرضة، لكن دلوقتي هي إيه؟ housewife، ربت منزل. يبقى my mother used to be. اعتادت على أن تكون ممرضة. Not I send the letter for you. بيقول له هل ممكن أرسل لك الخطاب؟ يبقى دي اسمها shall I send. ده اقتراح. دعاء not exercise every day. يبقى دعاء does exercise، بتعمل exercise كل يوم. منى not buys a new dress every month when she was a child. يقول لي إن منى كانت معتادة إنها تشتري فستان جديد كل شهر لما هي كانت طفلة. يبقى هنكتب هنا منى used to buy a new dress every month when she was a child.